بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي، نستكمل مع الصفحة رقم 71. عندنا في أول صفحة كما نرى لي إيسيكزارسي، يعني قراءة وتمرن كالعادة. فد الفقرة سنرى لا لاتر إف، سنرى حرف إف. إذن وبنفس المعتاد يعني أننا سنرى إف ماجيسكيل ثم إف مينيسكيل، إف كبيرة وإف صغيرة، كما في مثال كلمة في، لا في يعني البنت، لا في. أحيانا نقول مثلا لا فيات، لا فيات يعني البنية. كلمة لا في أنها تتضمن حرف أف كما نرى. إذا نبخونو لو بخوني باراغراف، نأخذ الفقرة الأولى، جولي لي سيلاب، جولي لي سيلاب، أنا أقرأ المقاطع اللفظية. طبعا كما قلنا فيما سبق، انسيلاب مقصود به هو واحد المجموعة ديال الأحرف أنها تنطق دفعة واحدة، تتكون صعوبة أننا نفرقوا أننا نجزئوا هاد لاسيلاب، يعني تيكون عندنا واحد المجموعة ديال الأحرف فالنطق ديالها أنها تنطق دفعة واحدة. إذن هاد المجموعة ديال الأحرف أنها تسمى سيلاب. مثلا نتكلم كما في حالتنا هنا، نتكلم عن حرفين، مثلا أحرف صامتة بحال أف بحال في بحال أس، إذن هذه أحرف صامتة. ثم هناك لفويال، أحرف صوتية، لفويال بحال أ، الأحرف الصوتية بحال أ بحال إي بحال أو بحال أي بحال إي بحال أي بحال أ، إذن هذه أحرف صوتية، إذن نسميها لفويال. ملي تنجمعو بنات هاد الأحرف، مثلا عندنا هنا اف ا، هذا سيتيو سيلاب لانها غتنطق دفعه واحده، نقول ف لا نقول فا. اما الا قلنا مثلا في في، هنا غنقولوا في في، يعني ممكن اننا نجزئوها، اما في ممكنناش نجزئوها، هذا اف اي تنطق دفعه واحده، اذا نسمى انسيلاب. اذا هذا شرحناه فيما سبق. اذا عندنا هنا مثلا اف ا تنطق ف، F A تنطق ف، V A تنطق ظ، S A تنطق س، ثم F E تنطق في، V E تنطق في، ثم S E تنطق سي، ثم F O تنطق فو، ثم V O تنطق فو، ثم S O تنطق سو، S O سو، V O accent aigu تنطق في، V O accent aigu تنطق V. بنفس الطريقة مع S C، ثم E مع F تنطق في، V C، ثم F O accent grave تنطق في، ثم V O accent grave تنطق V، ثم S O accent grave تنطق C، ثم F O تنطق ف. طبعا الحرف آخر الكلمة ممكن أنها تنطق ف، تنطق كأنها عليه سكون، مثلا كلمة لا جيغاف، لا جيغاف. إذا طبعا الحال ممكن أن هاد أف أ تنطق ف أو ف، يعني هاد أ بعد أف تأتي كما لو أن هاد أف عليها سكون في آخر بعض الكلمات كما في كلمة جيغاف، وممكن أنها تأتي في أول الكلمة فتقرأ مثلا في، فتقرأ في مثلا فيرمون أو بيان لو فير. فيرمون يعني الخميرة، لو فير يعني الحديد. نتكلم مثلا عن كلمة فيستيفال، فيستيفال يعني مهرجان. نفس الشيء بالنسبة للفي أو، ممكن أن تنطق في، ممكن أن تنطق ف، يعني كما لو أن هذا في عليه سكون، مثلا كما في كلمة غراف، غراف. طبعا الحال عندها مجموعة معاني، منها خطير، إذا نقول عن شيء بأنه غراف يعني أنه شيء خطير. ممكن كما قلنا في أو تنطق في، كما في مثال كلمة فيستيج، فيستيج يعني ديك البقايا اللي تتبقى من التاريخ، ديك البقايا ديال الماضي تسمى فيستيج. بالنسبة لإس أو ممكن أنها تنطق س، مثلا سولوفي يعني وقفة أو استيقظة، سولوفي. مثلا كلمة سوكوند، سوكوند يعني ثانية، إذا هاد إس أو ممكن أنها تنطق س، ممكن أنها تنطق سي،
مثلا كلمة ساك، ساك يعني يابس، نقول عن شيء بأنه ساك يعني أنه يابس. مثلا ان مورسو دو بوا ساك، ان مورسو دو بوا ساك يعني قطعة خشب يابسة، قطعة خشب يابسة. ان مورسو دو بوا ساك قطعة خشب كما لو نقول يابس. في حالة المؤنث نقول ساش، ساش يعني أنها يابسة. اس او ممكن أنها تنطق كما لو أن عندنا زد او، إذا كانت مسبوقة بإن فويال ممكن أنها تنطق ز كما لو أن عندنا زاد، إذن ممكن أنها تنطق كزاد. إذن نقول مثلا فاز، إن فاز، إن فاز. نو باسون أو دوزيام باراغراف. جونتون أو جو نونتون با إف، أنا أسمع أو أنا لا أسمع إف، يعني صوت إف. إذن جونتون أو جو نونتون با إف، أنا أسمع أو أنا لا أسمع الصوت إف. سي نو برونو لا بروميير إيماج. كياس، كياس، ساتين في، ساتين في، هي بنت، هي بنت. alors est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son F quand on prononce le mot fi؟ est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son F عندما ننطق كلمة في، هل نسمع أو لا نسمع الصوت F؟ bien sûr quand on prononce le mot fi on entend le son F. عندما ننطق كلمة في أننا نسمع صوت F. nous passons à la deuxième image. نمر إلى الصورة الثانية. qu'est-ce que c'est؟ qu'est-ce que c'est؟ c'est la confiture. c'est la confiture. إذن هو المربى. alors en prononçant le mot confiture est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son F؟ إذن بنطقنا لكلمة confiture هل نسمع أو لا نسمع الصوت F؟ bien sûr en prononçant le mot confiture on entend le son F. يعني بنطقنا لكلمة confiture أننا نسمع الصوت F. nous passons à la troisième image. نمر إلى الصورة الثالثة. et on pose la même question. qu'est-ce que c'est؟ qu'est-ce que c'est؟ ما هذا أو ما هذه؟ qu'est-ce que c'est؟ c'est le café. c'est le café يعني هي القهوة. alors en prononçant le mot café est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son F؟ هل نسمع أو لا نسمع الصوت F؟ en prononçant le mot café est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son F؟ bien sûr quand on prononce le mot café on entend le son F. عندما ننطق كلمة café أننا نسمع الصوت F. nous passons à la quatrième image. qu'est-ce que c'est؟ qu'est-ce que c'est؟ نمر إلى الصورة الرابعة. ما هذا أو ما هذه؟ qu'est-ce que c'est؟ c'est le feu. c'est le feu إنها النار. طبعاً حال كلمة le feu هي كلمة مذكرة، إذا نقول c'est le feu. c'est le feu إنها النار. alors quand on prononce le mot feu est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son F؟ عندما ننطق كلمة feu هل نسمع أو لا نسمع الصوت F؟ quand on prononce le mot feu on entend bien sûr le son F. يعني عندما ننطق كلمة feu أننا نسمع الصوت F. nous prenons la cinquième image. نأخذ الصورة الخامسة. et on pose la question. qu'est-ce que c'est؟ ما هذه؟ bien sûr la cinquième image représente une voiture. la cinquième image représente une voiture. alors quand on prononce le mot voiture est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son F؟ إذن عندما ننطق كلمة voiture هل نسمع أو لا نسمع الصوت F؟ bien sûr en prononçant le mot voiture on n'entend pas le son F. عندما ننطق كلمة voiture أننا لا نسمع صوت F بل نسمع صوت V. V هو شيء ما قريب من F على أي نحن نسمع صوت V ولا نسمع صوت F. إذن en prononçant le mot voiture on n'entend pas le son F يعني أننا لا نسمع صوت F. nous prenons la dernière image. نأخذ الصورة الأخيرة. que représente-t-elle؟ que représente-t-elle؟ ماذا تمثل هي؟
المقصود ماذا تمثل؟ La dernière image représente une girafe. Une girafe. زرافة. الصورة الأخيرة تمثل زرافة. La dernière image représente une girafe. Et de la même façon, pose la question en prononçant le mot girafe. Est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son F? بنطقنا لكلمة جيراف هل نسمع أو لا نسمع الصوت F؟ En prononçant le mot girafe, on entend le son F. عندما ننطق كلمة جيراف طبعاً هل نسمع الصوت F؟ Pour l'instant, nous passons au troisième paragraphe. Je trouve l'étiquette qui va avec l'image. Je trouve l'étiquette qui va avec l'image. Je trouve l'étiquette qui va avec l'image. أنا أجد الملصق التي تسير مع الصورة. طبعا الحال كما قلنا فيما سبق بأنه عدنا لفرق علي. Je vais, tu vas, il va. أنا أذهب، أنت تذهب، ويذهب. طبعا الحال هنا المعنى فقط مجازي. السير هنا نعني بأنها توافق الصورة، الملصقة التي توافق الصورة. إذن هنا المشي هو فقط مجازي غير معنوي. إذن je trouve l'étiquette qui va avec l'image. أنا أجد الملصقة التي تسير مع الصورة، كما لو أنها تمشي معها، ولكن المقصود التي توافقها. إذن je trouve l'étiquette qui va avec l'image. إذن nous prenons la première image. نأخذ الصورة الأولى. Si nous prenons la première image, إذا أخذنا الصورة الأولى، qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une fenêtre ou bien c'est une fête ou bien c'est une porte? أشنا هو الاسم اللي صحيح هنا؟ واش une fenêtre ou bien une fête ou bien une porte؟ طبعا الحال une fenêtre المقصود بها نافذة. Une fête المقصود بها حفلة أو احتفال. Une porte المقصود بها pâtisserie. طبعا الحال تنتكلم على كلمة la pâte يعني العجين. إذن كلمة pâte المقصود بها العجين. إذن هنا نتكلم عن pâtisserie كما لو نقول مصنوعات من العجين. بلات يعني أن مستوية ورقيقة مثلا. كونتونا محتوية ستاياكي كونتيا التي تحتوي. كونتونا دو لا كريم محتوية دو لا كريم يعني على الكريمة. أيضا دو لا كونفيتور وعلى مربى. إذن هنا نتكلم عن عجين يحتوي على كريمة وعلى مربى فواكه مثلا إلى آخره. ممكن أن تضاف لها مسائل أخرى مثلا كالزبدة إتسيتيرا. تنتكلم على واحد العجين مستوي يعني واحد العجين مقاد مستوي ولكن تحتوي على كريمة وعلى مربى إلى آخره. إذن هذه تسمى إن بارت. إذن ما يشبه حلوى معينة. إذن نتكلم عن إن بارت. الصورة اللي عندنا إسكو سيت أون فونيتر أو بيان سيت أون فات أو بيان إن بارت. إذن طبعا الحل الصحيح هو سيت أون فونيتر. سيت أون فونيتر إذن هي نافذة. نو باسون على لا دوزيام إيماج. Qui est-ce? Est-ce que c'est une ville ou bien c'est une bille ou bien c'est une fille ou bien c'est une fille ou bien c'est une fille? Quelle est la bonne réponse? Ma wajawab al-jayyid. Quelle est la bonne réponse? Et donc, la ville, tabakhal hiya al-madina, une bille, al-maqsoud bi al-kulla, une bille. طبعا الحال عندها معاني أخرى، ممكن أننا نجد لها معاني أخرى من غير الكلة. لا بي المقصود الكلة يعني اللي تلعب بها الأطفال الصغار، تنتكلم على البي. إذا ممكن أننا نقصد بها إن بول. إن بي المقصود بها إن بول، جسم دائري من كل اتجاهات يعني كالكرة. إذا نتكلم عن إن بول. أيضا كما قلنا بأن هذه كلمة بي ممكن أنها تكون لها معاني أخرى، مثلا لوطخون دانارا يعني جذع شجرة. جذع شجرة الذي سيصنع منه مثلا لوح خشبي. إذا هذا يسمى أيضا بي. أحيانا نتكلم عن بي داسيه كما لو نتكلم عن بي من الفولاذ. إذا اللي عندنا إن بي
المقصود بها الكلة. اللي عندنا في الصورة اسكو سيتون فيل، هل هي مدينة؟ اسكو سيتون بي، هل هي كلة؟ اسكو سيتون في، هل هي بنت؟ إذا بطبيعة الحال واضح بأنها سيتون في، إذا هي بنت، إذا هي بنت سيتون في. En passant à la troisième image, on pose la question qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? بمرورنا إلى الصورة الثالثة نطرح سؤال ما هذا؟ Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la voiture? Ou bien c'est la confiture? Ou bien c'est la fenêtre? La voiture بطبيعة الحال هي سيارة. Une voiture المقصود بها سيارة. La confiture المقصود به une marmolade. مارمولاد، نتكلم هنا عن فواكه يتم طهيها وإضافة السكر إليها، إذا فنحصل على مربى. إذا إسكو سي لا فواتور؟ إسكو سي لا كونفيتور؟ أو بيان سي لا فونيتر؟ أو بيان سي لا فونيتر؟ طبعا الحل فونيتر هي النافذة. إذا الصحيح هو سي لا كونفيتور، إذا هو مربى فاكهة. نو باسون كاتخيام باراغراف، نمر إلى الفقرة الرابعة. Je lis les phrases suivantes, puis j'en construis d'autres sur le même modèle. Je lis les phrases suivantes, puis j'en construis d'autres sur le même modèle. أنا أقرأ الجمل التالية، puis ثم. Puis j'en construis d'autres, ثم أبني منها أخرى. Sur le même modèle. على نفس النهج، على نفس الطريقة. Voilà. On a trois phrases. On a la tortue. Ramasse la salade. السلحفاة تجمع أو تلتقط السلطة. لا تورتي غماس لا سالاد، إذن السلحفاة تلتقط السلطة. ثم في الجملة الثانية لا تورتي كاش لا سالاد، لا تورتي كاش لا سالاد، السلحفاة تخفي السلطة. إذن عندنا أولا السلحفاة تلتقط السلطة، يعني أن تأخذها. في الجملة الثانية عندنا السلحفاة تخفي السلطة. لا تورتي كاش لا سالاد. في الجملة الثالثة، هذه الجملة الثالثة تجمع الجملة الأولى والثانية. إذا نقول لا تورتي غماس إي كاش لا سالاد. إذا بطبيعة الحال هنا حيدنا هذه كلمة لا تورتي باش ما يكونش عندنا التكرار. إذا لا تورتي غماس إي لا تورتي كاش لا سالاد. إذا تجي شوية ثقيلة. إذا سنقول ماذا؟ لا تورتي غماس إي كاش لا سالاد. إذا عندنا هذا المثال الذي سنبني عليه جملا أخرى وعبارات أخرى. إذا مثلا سنقول ماذا؟ إذا مثلا ماذا سنقول؟ كما رأينا فيما سبق ممكن أننا نقول لو لابان أوس لي زيبول، لو لابان دي داكور جاكسبت. لو لابان أوس لي زيبول يعني أن الأرنب يهز الكتفين، المقصود يهز كتفيه. لولا بادي الأرنب يقول داكور جاكسبت، موافق أنا أقبل. ممكن أننا نجمع بين هاد الجملتين فنقول ماذا؟ لولا با أوس لي زيبول إي دي داكور جاكسبت. إذن الأرنب يرفع الكتفين، الأرنب يهز الكتفين إي دي ويقول داكور جاكسبت، موافق أنا أقبل، موافق أنا أقبل. نقول مثلا لولا با سوليف، الأرنب يقف، لولا با سونفا، الأرنب يذهب في اتجاه معين. إذا نجمع بين الجملتين فنقول لولا با سوليف إي سونفا، لولا با سوليف إي سونفا، يعني أن الأرنب يقف ثم يذهب في اتجاه معين. أو نقول مثلا لولا با فا، لولا با فيان، الأرنب يذهب، الأرنب يأتي ويجيء. إذا نقول ماذا؟ لو لابان فا إي فيان، لو لابان فا إي فيان، يعني الأرنب يذهب ويأتي. إذا هذه جملة اختصارية لجملتين أخريتين اللي هي لو لابان فا، لو لابان فيان، يعني الأرنب يذهب، الأرنب يأتي. أو نقول مثلا لا لاف، لاف لو دوا، لا لاف غيبون à la question. التلميذ يرفع الأصبع، المقصود يرفع أصبعه، التلميذ يجيب على السؤال. إذا لا لاف لاف لو دوا،
L'élève répond à la question. L'élève répond à la question. إذن طلع الحل نجمع بين الجملتين فنقول L'élève lève le doigt et répond à la question. أو نقول كمثال Les apprenants يعني المتعلمين المقصود تلاميذ. Les apprenants تجي من فعل apprendre تعلم. Les apprenants observent يعني أنا نلاحظون c'est le verbe observer. C'est le verbe observer. وفعل لاحظ ومن كلمة l'observation يعني الملاحظة. Les apprenants observent les images. المتعلمون يلاحظون الصور ثم نقول les apprenants émettent des hypothèses يعني أن المتعلمون يرسلون فرضيات المقصود أنهم يطرحون فرضيات. إذن نجمع بين الجملتين فنقول les apprenants observent les images et émettent des hypothèses. المتعلمون يلاحظون الصور ثم يطرحون فرضيات. هذه مجموعة الجمل طبعا الحال على نفس المثال المطروح اللي هو لا تورتي غاماس لا سالاد لا تورتي كاش لا سالاد لا تورتي غاماس اي كاش لا سالاد. إذا نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى اللقاء القادم بإذن الله.